لا يتساهل في البدع، ولو ظن الظان بأنها يسيرة. ولذلك الألباني كلام رحمه الله تحت أثر ابن مسعود: إنكم الأهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. ماذا قال؟ قال: البدعة ولو قلت تفضي بصاحبها إلى أن يدخل في البدعة الكبرى. كيف؟ قال: هؤلاء ابتدعوا، فماذا صنعوا؟ حاربوا الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا من بين الخوارج. انظروا، تنفتح الأبواب. وأيضا لا ينظر إلى كون الشيء من حيث الصورة العامة أنه عبادة حتى يعرض على الكتاب والسنة. قد يصلي إنسان صلاة أو يذكر الله إنسان، لكن هذا الذكر قد يكون بدعة، ومن حيث الصورة العامة عبادة. انحبس في المسجد وذكر الله أو صلى لله عز وجل، من حيث الصورة الناس يقولون ما شاء الله هذا فلان عابد لا يبرح المسجد، لكن يجب أن يعرض هذا العمل الصادر منه الكتاب والسنة. ولذلك كانوا يجلسون في أثر ابن مسعود، يجلسون يذكرون الله الساعات الطوال، ويرمون بالحصى من أجل أن يحسبوا العدد، عدد التسبيح. ومع ذلك ماذا قال لهم ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال لهم هذا القول: